ضعيف النفس يا خالي من الدين ومن الذمة، ضعيف النفس يا خالي من الدين ومن الذمة، رفيق النفس به مالي طريق ما عرف جمه، طريق ما عرف جمه، حمل بيده جوالي يسوق للعنا سمه، حمل بيده جوالي يسوق للعنا سمه، صور يا الله يا والي يشيب القلب من همه، يشيب القلب من همه، بنات الناس بالبالي على باله يجن يمه، بنات الناس بالبالي على باله يجن يمه، رسايا الحب وامثالي وقصايد ما صدق فمه، قصايد ما صدق فمه، وهمه كيف يحتالي ويشبع رغبة ملتمه، وهمه كيف يحتالي ويشبع رغبة ملتمه، فريسة والثمن غالي ضحية ذيب ما همه، ضحية ذيب ما همه، تركها تعيش بأهوالي تمسح دمعها بكمه، تركها تعيش بأهوالي تمسح دمعها بكمه، وإذا عمره بها طالي يزيد الوقت من غمه، يزيد الوقت من غمه، نصيحه باخر اقوالي نصيحه خافق يضمه، نصيحه باخر اقوالي نصيحه خافق يضمه، متى من بنت رجالي ولو هو من بني عمه، متى من بنت رجالي ولو كان ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم، نعم كما تدين تدان دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، انت لو زدت هناك يزيدون هني على اختك، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، ولو من بني عمه متى من بنت رجالي، ولو من بني عمه ولو هو من بني عمه. هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم، هل ترى ينفع الندم. آخر حادثة وفيها عبرة وفيها عبرة لمن ألقى السم، هذه المرأة زلت بها القدم أيضا في شراك المعاكسات، ذهبت إلى الثانوية وقد تجملت وقد تعطرت، فإذا بذئب بشري قد ضعف عنده الإيمان يلقي برقم هاتفه على هذه البنت، تتردد في أخذ الهاتف فيأتيها داعي الشيطان أن خذ الرقم، أخذت الرقم. يحدثني بهذه الحادثة من باشر القضية، يقول اتصلت وألان لها الخطاب وزين الشيطان الحديث، استمرت العلاقة أسابيع، فإذا بهذا الرجل الذي ضعف الإيمان يطلب منها ماذا؟ يطلب منها الركوب معه السيارة، فخافت ورفضت، لكنه أخذ يرين الخطاب وبعبارات جميلة ضعف جانب المرأة، خاصة أن النساء عموما ضعيفات في هذا الجانب، سريعة التأثر، وأخذ يخاطبها بما بينهم من حب ويقول ألم تثقي فيني إلى الآن؟ قالت لا فاستعد لي مجرد دقائق، قال لك ذلك، ركبت معه دقائق ثم أنزلها إلى مدرستها، وهذا طعم يضع شياطين الإنس لإيقاع البنات في هذا الفخ الخطير. طلب منها بعد أسبوع اللقاء، فكانت عبارات الرفض أقل بكثير، لانت وركبت معه، فإذا به يتجه بها إلى إحدى المخيمات خارج منطقة الرياض، لما فارقت البنيان أحست بخوف وقلق، فقالت ما الأمر يا فلان؟
قال الأمر يسير، نجلس في هذا المخيم ساعة ثم نعود. قالت لا، مدرستي. أنفضح. قال لا عليك. فأخذت تتوسل إليه، تترجاه بما بينهم من حب وعلاقة، وتخوفه. فإذا بذاك الوديع، ذاك اللطيف، إذا به ذئب، إذا بالعبارات اللينة، إذا بها عبارات قاسية وحشية. كأن الرجل تغير، كأنه اختلف. لم يعد الرجل الذي كانت تكلم، لم يعد الرجل الذي كانت تحبه، الذي كانت تؤمن أنه فارس الأحلام. نعم، هم كذا الشباب يريدون أن يأخذوا شرف المرأة وعزها ثم يرمونها. أخذت تتوسل إليه، فلم تفد النداءات ولا التوسلات، فمارس معها أكرمكم الله فاحشة الزنا. قضى عليها، أخذ عرضها، شرفها، حياها. أصبحت تفكر، كيف أقابل أهلي؟ ماذا يقولون؟ بأي وجه؟ وتبكي. ولم تنتهي الحادثة على هذا الأمر، بل استمرت وأبقاها في المخيم. أصبحت تتوسل إليه بأن يعيدها، رفض. اتصل بزملائه، اتصل ليشاركه الجريمة، اتصل ليشاركه الفسق والهجور. أتى موعد خروج البنت، تنتظر الأم، ينتظر الأب. تمر دقائق، ساعات، والساعات أيام. الأب مسقط في يده، الأم مغشي عليها، الإخوة اسودت وجوههم، عرضهم في خطر، كرامتهم في خطر، شرفهم ذبح. اتجهوا إلى السلطات، إلى الشرب، إلى الهيات، يستنجدون بهم بعد الله. يستمر البحث، يأتي البلاغ إلى أبطال الحسبة، إلى رجال الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يضحون بأوقاتهم، يضحون بحياتهم في سبيل المحافظة على السبيلة. فأعلنوا، أعلنوا الجهاد للبحث عن هذه المسكينة. يقول من باشر الحادث، أصبحنا نواكب المخيمات، فقررنا أن نذهب إلى هذا المخيم في النهار. اتجهنا إلى المخيم، فإذا بنا نسمع صوت أنين. ندخل المخيم، يزيد الصوت، نتجه إلى مكان الصوت. إذا بها حفرة قد جعلت فيها هذه البنت، قيدت يديها وقدميها في منظر رهيب، في منظر محزن، في منظر مفزع. يقول والله بكينا وحزنا لهذا المنظر، لما رأتنا بكت، بكت، بكت. قالت ليتني مت قبل هذا، ليتني مت قبل هذا. لا تذهبوا بي إلى أهلي، بأي وجه أرى أبي، وبأي عين أرى أمي، وبأي أذن أسمع خطاب إخواني. اقتلوني، دعوني أموت، لا أريد أن أرى أهلي. تحطمت حياتي، انتهت كرامتي. فأخذ الإخوان يهدئونها ويبينون لها سعة رحمة الله. قالت كيف قتلني هؤلاء؟ بالليل يتبادلون، بالليل يتبادلون الجرم، وبالنهار حبيسة هذه العفرة. دعوني أموت، دعوني أموت، لا إله إلا الله. إنها صرخة، صرخة من بنت، لطالما تعدلت هذه الصرخات من بنات المسلمين. أفيقي أخي، وأنتم يا شباب، يا من تجراتم على عرض المسلمين، ألا تفكر، ألا تفكر بما حصل لأهل هذه البنت؟ ألا تفكر بما حصل لها؟ أين أثرك؟ أين خوفك من الله؟ كيف تقابل الله؟ ما أمرك يوم تقف بين يدي الله؟ تقف حافل قدمين، عار الجسد، وقد انتهك عرض امرأة مسلمة، دنست شرفها، قضيت على عفتها. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله شباب وشابات، نعود إلى الله، نتوب إلى العظيم سبحانه، فنجده غفور رحيم.
اللهم يا تواب يا غفور يا رحيم، اللهم اغفر لي وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين، اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين، اللهم من علي وعليهم بتوبة من عندك تغفر بها ذنوبنا صغيرها وكبيرها. استفق يا فؤاد من رقدة الموت لا تنم، استفق يا فؤاد من رقدة الموت لا تنم، وامض للنور واسق من سلسبيل الحياة ثم، سلسبيل الحياة ثم. صدرك الغفر ما رأى عزة المتق الأشم، صدرك الغفر ما رأى عزة المتق الأشم، عيشك المر لم يذوق طعم إيماننا الأتم.